السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على العلاقات، خاصة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا على ضوء التطورات الأخيرة، حيث أنه بان بعد يعني بعد الخرجات المتتالية نتاع المخزن، اتضحت السياسة التوسعية نتاع المخزن اللي احنا نعرفوها منذ القدم، يعني منذ قرون. هذه سياسة مستمرة بتاع التوسع باتجاه موريتانيا، الأطماع باتجاه الصحراء الغربية، الأطماع باتجاه الجزائر. إذن كل هذه السياسة هذه زادت من عزلة هذه المملكة اللي أنا نسميها جزيرة، أصبحت جزيرة بسبب سياستها العدائية تجاه جيرانها. إذن هذه الخرجة الأخيرة اللي يعني سقطة تاريخية، يعني في حق موريتانيا وفي حق الجزائر، زادت من الوحدة بين الجزائر وموريتانيا. وعلى حسب ما يعني كان اتصالات بين الحكومة الموريتانية والحكومة الجزائرية لتعزيز التعاون في جميع المجالات. إذن الآن فيه يقظة، فيه الكونسيونس يعني نتاع الموريتانيين بأن الصديق الاستراتيجي والأخ الاستراتيجي ليست المغرب الأقصى. إذن هناك اتجاه كلي للسلطات الموريتانية نحو تعزيز العلاقات بينها وبين الجزائر، وتطوير تعاون في كل ميادين، منها الميدان العسكري لمجابهة هذه السياسة العدوانية التوسعية للمخزن. وهذه السقطة ما هيش هذا الإنسان اللي تكلم على الجزائر وتكلم على موريتانيا، لم يتكلم بوحي منه، بل تكلم بوحي من أزلام المخزن الذين أعطوه الإشارة أو أمروه بالكلام عن أمور خطيرة جدا. تكلم عن الجهاد، تكلم تجاه يتركون الجهاد في لتحرير أراضيهم في سبتة ومليلة، يعني أراضي محتلة من طرف غير المسلمين، ويتناسون الجهاد يعني في أمور أخرى، ويتكلمون على الجزائر الجهاد باتجاه إخوانهم الجزائريين. يعني والله الوضعية الحالية نتاع هذا الزريبة هذه راها كيسردوك المذبوح، أو صاري لهم كيسردوك المذبوح. لم يعرفوا أي اتجاه، وخاصة أمام الانتصارات الباهرة في جميع الميادين للدولة الجزائرية على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي. يعني القوحهم في يعني في ورطة، وهذا نتيجة للسياسة المخزنية. مش الشعب المسكين يعني المطحون، شعب مطحون ما عندوش كلمة، ما عنده حتى كلمة. إذن كنتيجة لهذا كل هذه يعني الخطوات يعني الخسيسة والحقيرة اللي يعني بعد ما دار يعني الممثل نتاعهم في الأمم المتحدة، ونشر خريطة تاع الجزائر مقسمة أمام دول عدم الانحياز. يعني اندهشوا دول عدم الانحياز، اندهشت من هذه الخريطة. يعني ثم عرفوا أن الذي ينشر هذه الخريطة ما يعني راه في حالة الذيب، يعني حالة السردوك المذبوح. إذن بعد هذه كل هذه التطورات يعني والتطبيعي، زائدا إلى أمور أخرى، وحتى في التاريخ لو عدنا إلى التاريخ كله خيانات اتجاه المجاهدين في 56، واتجاه الأمير عبد القادر، وحتى من قبل، يعني لكل هذه الهجمات المتكررة
على تلمسان وعلى الغرب نتاع الجزائري، محاولات الاحتلال التي يعني نعرفوها يعني منذ القدم. إذن زادت كل هذه السياسة المخزنية المتهورة يعني لا تخدم مصلحة الشعب، لا مصلحة الشعب المغربي ولا مصلحة الشعب الجزائري. يعني صاحب الجزائر، احنا عندنا الجزائر كما نقولوا للكعبة عندها رب يحميها، الجزائر عندها من يحميها، لكن الشعب المغربي المسكين المطحون والله هو ضحية لهذه السياسة المخزنية، لا يفهم يعني أمور غير مفهومة. إذن بعد هذه كل هذه التطورات تتجه موريتانيا بكل قواها وبكل يعني بكل عزم وثبات لتعزيز تعزيز العلاقات نتاعها مع الجزائر. وحنا احنا احنا نعتبر ان موريتانيا هي بعد استراتيجي للجزائر، كما تعتبر هي كذلك ان الجزائر هو بعد استراتيجي لها. وكذلك بعد ما تم دحض القوى يعني الوجود الفرنسي في مالي يعني بسبب السياسة الرجولية للجزائر تجاه فرنسا. إذن فيه تطوير للعلاقات الجزائرية مع موريتانيا وكذلك مع مالي، يعني قطع كل السبل للسياسة التوسعية نتاع المخزن وتطوير التأمين وتأمين وتطوير يعني يعني الجانب الجنوبي الغربي للجزائر. فإذا احنا انا أناشد الرئيس تبون وأناشد الحكومة الجزائرية إلى الذهاب إلى اتفاقية استراتيجية مع موريتانيا، اتفاقية حماية متبادلة، اتفاقية تعاون عسكري، اتفاقية تعاون اقتصادي، يعني أعطيني إعطاء الفرص يعني تكوين الطلبة الموريتانيين في الجزائر، تكوين الضباط عسكريين في الجزائر، يعني نديروا علاقة متبادلة وملتي لاترال في كل الميادين يعني تدعيم المناعة ضد العدو اللي أصبح الآن ظهر يعني سقطت ورقة التوت عليه، ظهر للعيان عدو يعني ستوبيد، عدو يعني بليد، يعني عدوى ليست لها أي أثر تزيد من عزلتهم. إذا بعد كل هذا الشيء نناشد الجزائر أن تقوم بعلاقات، تطور علاقتها مع موريتانيا، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.